لكم تاني ولسه مكملين معاكم مع نجمتنا الجميله جدا لارا الثندر. وفي كمان معانا مفاجاه ليها، في ناس هيقولوا لها هابي بيرث داي، واحنا برضو نجمات ستار اكاديمي 7 برضو اطلقوا عليها برنس. نجمة القمر هانيا نجيب، يا رنوش هاي ازيك هانيا، ثانك يو سو ماتش. حياتك انا فعلا طيبه وعقبال مليون سنه. ثانك يو، انت طيبه، ثانك يو سو سو ماتش. يعني عايز اقول لك يعني انتوا الاثنين بتتكسفوا، يعني انا المط... يعني انتوا الاثنين انا اعرفكم شخصيا، انتوا الاثنين بتتكسفوا، انتوا الاثنين ناعمين جدا، انتوا الاثنين بنوتين جدا، فانا مستمتعه بلقاء البنانين ده. يعني انا اللي مبسوطه رانيا، ثانك يو سو ماتش، انا مبسوطه جدا انك كلمتيني. ثانك يو، ميرسي يا رنوش قوي على مداخلتك الجميله دي يا قمر، ومستنياكي معايا يا رانيا في اقرب وقت ان شاء الله. ان شاء الله. يلا حبيبتي، باي باي. ثانك يو يا رانيا، باي باي. اول ما بقى لسه شدكي تقلقي معايا، ما تقلقيش، انا بحب رانيا قوي. هي عارفه قلت رانيا جت عندنا اوكي قبل كده، ولما كنت بسالها كنا بنتكلم عنك، فعايزه اقول لك ان هي من عشاق لارا الثندر، وهي كمان بنوته جميله جدا، فانا بجد بشكرك جدا يا رانيا. يعني ثانك يو سو ماتش. ايه رايك؟ لا فيري نايس. انا في الاول مين ومش عارفه بعد في الاخر. ايوه ابتديت بقى باز. طب احنا معانا تليفون نقول الو.